حبايبي تعالوا كده نكمل درسنا النسبة والتناسب. بص حبايبي، النسبة والتناسب بس ده الجزء التاني. ليه؟ عشان احنا كان الجزء الاولاني الاول على التاني والتالت على الرابع، ونعمل مقص ونجمع الحدود المتشابهة. طب امال الجزء ده، اسمع بقى، الجزء ده بادئ بالشكل اللي انت شايفه ده، س على ص بكذا. طب ما توريني اشكال تاني يا مستر. بص يا حبيبي، ادي ده الجزء التاني اللي احنا هنبدا فيه النهارده من اول رقم 9. بص، س على ص تساوي أ على ب يساوي. طب ما هي دي مش زيها. اقول له لا زيها، وتعلمنا ازاي نجيب أ على ب، صح؟ وادي كمان 12 زيها، وكمان الله، يبقى انا ده المستوى الثاني بتاع النسبة والتناسب. تعال بقى نرجع احل ازاي بقى يا مستر. ثانية واحدة معلش. ايوة ده، لما يقول لك نسبة، سوري، نسبة بتساوي نسبة، واحدة منهم فيها رموز والتانية ما فيهاش، هتقول لي طب اعمل مقص، مش هستفيد حاجة. طب اما نعمل ايه؟ ده الجديد في درسنا النهاردة، المستوى الثاني. هنعمل ايه؟ قال لي بعد اذنك هنفرض ان س على ص اللي بتساوي 2 على 3 بتساوي م، وم دي اسمها ثابت النسبة ولا تساوي صفر. يبقى انت الجديد النهاردة هتزود يساوي ايه؟ م، وتبتدي تقسم كده نصين. تقول لي اخد المقدم، يبقى س تساوي 2 م. يلا بقى، طب الصاد دي البدايه اللي انت عايزها. طب معلش عيد تاني يا مستر. حاضر. بص حبيبي، ا على ب يساوي تلت، هتيجي تعمل ايه؟ الله عليك، اديهم فرصه بقى يقولوا، انا مبسوط بيكي صدقيني. يبقى الجديد اقول له يساوي ميم. طب بعد ما كتبت ميم قسمت، وهقول ألف بتساوي ب ميم، ألف بتساوي واحد ميم. الله عليك، يبقى الألف يساوي واحد ميم. طيب والب بتساوي ثلاثة ميم. ما شاء الله. طب معلش يا مستر، واحدة كمان. هي مش مهندس، ايه رأيك في المسألة دي؟ ألف على ب ثلاثة على خمسة. أول ما الاقي الشكل ده أقول إيه؟ طب هي نورين الاول حبيبتي اساويها بالميم، لازم الاول، وبعد كده اقول ايه؟ علي صوتك بقى. ماشي، عارفه لو عليت صوتك كمان شويه هزغرط. ها، شكرا حبيبتي. طب نقول تاني يا مستر. لا حبيبي، انت ركز حبيبي، صدقني انت لو ركزت هتبقى زي العسل. انت اصلك بحالات، حصه تحل وحصه ما تحلش، سبحان الله. يلا حبيبي، ثلاثة زمايلك قالوا س على ص يساوي 2 على 3، استفيد ايه؟ ها؟ طب اسمع زميلك محمود، ها يا محمود. س على ص بتساوي 2 على 3 م. حلو، نحط م. ماشي. وبعدين نقول س بتساوي 2 م. وصاد بتساوي 3 مين، بس كده اقول لك تاني يا مستر. اصل زي ما انت يا مستر امال تعيد كذا مره وبالصوت، انا لازم اقلدك، اروح بقى اعيد انا كذا مره وبالصوت. هو ده يا بابا العلاج. لكن المستر يفضل يعيد ويزيد، يبقى قابلني لو انت فهمت حاجه. خلص الكلام، اسمع بقى اللي جايه دي. طب يا مستر انا عملت كده، تروح جاي حضرتك تاخد القيمه اللي هو قال لك انا عايزها. ايه ده بقى؟ هاخدها اعمل لها ايه؟ بص بقى معايا اهو يا مستر، اخد بقى دي. اصل انا بعد ما عملت كده مسالتي خلاص خلصت. ليه خلصت يا مستر؟ وازاي يعني؟ يا عافيه، لا حبيبي، دي اسمها ايه؟ سين. وانا قلت لك كل سين بقت بكام؟ سين. يبقى انا هاجي اقول 3 في، ولما تقابلني سين اكتب مكانها 2 م زائد، بعدين 2 ص اقول 2 في، وكل ما تقابلني ص اقول ب 3، ننزل تحت
ادي الستة قابلتني مين؟ صفر. يا صاد انت بكام؟ ثلاثة ميم. اروح كاتب تلاتة ميم، وادي ناقص قابلتني سين، سوري ميم، برافو عليكم، قابلتني سين، يا سين انت بكام؟ ايه ده اهو، ايه ده؟ بس كده؟ اقول لك اه. طب هحلها ازاي بعد كده؟ بص بقى، الميم دي ودي 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 اسمها ميم مشترك. انا بحاول امشي لك ابسط حاجه. طب بعد ما قلت الميم مشترك ومش هاخدها، اروح رايح على الاله، بس كده اقول له اه، واعمل كسر واكتب 3 في 2 زائد 2 في 3 وانزل تحت، على 6 في 3 ناقص 2، بس كده اه، واقول يساوي. هي دي الاجابه؟ ايوه. كام يا حبيبي؟ 3 على 4. بس خلاص، ما الميم خدتها مشترك. اهي يا طارق. خلاص باي باي. هو ده الليفل الجديد؟ اه. طب معلش يا مستر، نعيد تاني. هنعيد تاني واروح، لازم النهارده احل واحده من دول. اسمع بقى، زي ما قلت لك هنا كان راجل طيب بيقول لك س على ص تساوي أ على ب تساوي. طب اللي بعدها، بص يا عم المفاجأة، الراجل ده قال لي 4 أ يساوي 3 ب، أنا عاوز أ على ب. معلش يا رفايدة ثواني، فاكر دي اللي دربتك عليها الحصة اللي فاتت؟ طب قول يا قمر. أقول ثواني معلش، الله عليكي، اهو ده اللي انا بعلمه لك، ويا رب تسمع الكلام. يا ب تعالي تحت الالف، مرج... يا ما انت كريم يا رب. الله، يبقى التلاتة على الاربعة. انا كده جبت لك الفكرة بتاعتي. اروح انا بقى الجديد الاسبوع ده، ازود يساوي. تعالى ناخد اللي فوق مع بعض، تقول لي يبقى الالف يساوي، الالف يساوي الله، والبيه تساوي اللي تحت مع بعض. ادي حبيبي ده كده اسمه نص الحل. تعال نعمل ستوب. يبقى يا مستر المسألة دي كان فيها فكرة ان الف لوحدها وبيه لوحدها، ما ينفعش. طب انا هجيب البيه تحت الالف، صح، ما ارجعش بيدي فاضية، الاربعة تيجي تحت التلاتة. الجديد بتاعنا النهاردة اقول يساوي، عشان اخد اللي فوق مع بعض. يعني ايه يا مستر اللي فوق مع بعض؟ بص يا حبيبي، يعني اخد الف يساوي ها 3 والب اللي تحت مع بعض يساوي 4. هو ده اللي انت عايزه؟ اه. ليه بقى يا مستر؟ ليه كده؟ بص بقى، اروح اخد الـ الحته دي، 4 الف زائد ب وادي 2 الف ناقص ب. يلا بقى بص بقى، اقول له 4 في، يلا يا رفايده، قابلتني ألف 3 ميم، بس أشيلها وأكتب 3 ميم ودي زائد، بعد كده قابلتني به محمود 4 ميم، أروح كاتب 4 ميم تحت. هي نورين قابلتني 2 ألف، 2 في 2 في 3 ميم. أيوة كده، ما أنا عارف يا إخوانا، معلش يا نورين بتتكلم الأول في الجزمة وبعدين بتطلع على بره. ناقص، أنت ليه عملت زائد يا باشمهندس؟ اصحى يا مستر، دي ناقص. ايه مين عايز يكمل؟ قابلتني به، يا به انت بكام اليومين دول؟ علي صوتك، شاطر حبيبي وما تخافش، ولو غلطت مش بزعل. بص بقى تتعلم تقول ايه؟ ميم مشترك. يعني احسبها لا، ده ليه كنت بس عشان انتوا لسه ليفل ايه دي الرضعه، لسه هدخلك على اكل الزبادي وبعدين بطاطس مهروسه، بس احنا دلوقتي لسه بناخد رضعه، بامانه ما بهزرش. فبقول لك ميم مشترك، ليه؟ تقول لي عشان هاجي اخد الاله، ويا رب نسمع الكلام ونتكلم ونعمل كسر. نكتب بقى جواه ايه؟ ها؟ 4 في 3 زائد 4 4، ما انا ما باخدش الميم، انزل تحت، ها؟ 2 في 3 ايوه 4 ناقص 4، واقول يساوي، ايه ده؟ كام؟ بالشفا ان شاء الله خلصت المساله. تعالى كده يا مستر، يمكن انت بتهزر، فين المساله بتاعتي اللي انا كنت بحلها دلوقتي اهي؟ وادي الاجابه كام؟ 8. نقول تاني حبايبي؟ طب ندخل على مستوى مليان شويه؟
ها واكل كويس ومتغذي يعني. المسألة نمبر 12، ايه الغريب في 12؟ في نسبتين اهي. اقول زي ما عملت مع دي يعني زي ما عملت يعني هاجي جنب التلت واقول ايه؟ الله. اروح بقى عند جيم على دال بعد 7 على 2 اقول يساوي ايه؟ يا عم وانت ما عندكش غير ميم، ما تدي رمز تاني يا اخي، دي عيله ودي عيله، فهمتوا حاجه؟ ندي رمز تاني. اه ندي رمز تاني. هتزعلك؟ هتدفع حاجه من جيبك؟ طب تعالى نشوف يعني ايه، يعني كلمه ندي رمز تاني. بص يا حبيبتي خلاص، الافكار اللي انا عايز اقولها انا قلتها على فكره. امال انت دلوقتي بتعمل ايه؟ بجود. خلاص بقى خلصنا من الرابعه، هندخل دلوقتي على مرحله اكل الزبادي. خلاص بقى بدا يطلع لك سنين. اسمع بقى، فانا هاخد يا مستر الحته دي لوحدها، الف على ب ودي واحد على تلاتة يساوي مين. اروح بقى جيم على دال. استنى يا مستر بيسجل. اه كمل بسرعة. وادي 7 على 2. مش انت قلت يا مستر هنقول ايه؟ نقول هنا يساوي ميم، هنا بقى يساوي، حط رمز غير ميم، عين كاف ينفع؟ لام. والنبي ما انا مزعلك، لام يا عم، في مشكلة؟ وهكمل زي المسألتين اللي فاتوا. يلا بسرعة، يبقى الألف بكام؟ واحد ميم يعني ميم. والب بكام؟ ثلاثة ميم. شطار. الجيم بكام؟ سبعة. الله عليك. والدال؟ اتنين. شكرا. تعالى بقى ناخد اللوكشة دي هنقطعها. لا من انا قلت لك وحشة. يلا بص نكتبها. بص بقى، اتنين في يا ألف أنت بكام؟ واحد ميم. أهو يا عم مش هزعلك، في عشان الألف مضروبة في جيم أكمل فيه. يا جيم أنت بكام؟ سبعة. قابلتني زائد. يا به أنت بكام؟ ثلاثة. في. برافو عليكي. يا دال ننزل تحت. قابلتني به الله. في. قابلتني جيم سبعة. ما شاء الله. ناقص تلاتة في. يا ألف انت بكام؟ وبعد كده دال. يا دال انت بكام؟ اتنين. ليه في مشكلة؟ بس كده يعني. الجديد ان بدأ يبقى عندي ثابت تاني هنا، الميم لا تساوي صفر. حبايبي بعد ما بنعمل الجزء ده، في الجزء الاولاني كان ميم بس، فقلنا ميم ايه؟ في المرة دي معانا ميم، يبقى اقول لا ميم مشترك. هي طبعا ليها شكل تاني، بس احنا لسه دلوقتي بناخد ايه؟ زبادي. لا احنا كبرنا خلاص الزبادي. بص بقى، يعني الميم واللام، ميم ولام، ميم ولام، ميم ولام، ده مشترك خلاص بقى مشي. اروح على الآلة. بص مع هنعمل ايه؟ نعمل كسر اهو، هجيب دي بعيد شوية. يلا نسمع. ها اتنين في واحد زائد، لا في سبعة. اه سوري، ده احنا نسي. ارجع بديليت يا مستر. في ودي سبعة ونقول زائد. ها تلاتة في اتنين، ننزل تحت. يلا تلاتة في سبعة ونقول ناقص تلاتة في واحد. ما الواحد بيكتبش. وادي اتنين على طول. ايوه ونقول يساوي. الاجابة كام يا مستر؟ اربعة على تلاتة. شكرا يا حبيبي. نقول له ادي اربعة على تلاتة. تعال نبص كده ندور هي المسألة دي كانت فين. وادي اربعة على تلاتة. نكتفي بهذا القدر. اقول لك ايوه. يلا بقى نوروا النور عشان حضرتك تحاول تحل.